بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أبناء الكنيسة المحبوبين، الآباء الكهنة الموقرين، إخوة الشمامسة، الشعب في إبرشية هولندا القبطية الأرثوذكسية، نهنئكم في مناسبة عيد ميلاد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح. ربنا يجعله سبب بركة وسبب حياة وخلاص وبناء للكثيرين، وربنا يعيد عليكم هذه الأيام وأنتم كلكم في ملء النعمة والبركة. هذا المساء نكلمكم كلمة روحية حوالين موضوع من هو المولود. في ميلاد السيد المسيح له المجد اتحركت السماء من خلال النجم اللي ظهر للمجوس حكماء المشرق، ومن خلال جمهور الملائكة اللي رنموا وظهروا وبشروا الرعاة، ومن خلال هيرودس اللي اضطرب وكل أورشليم اضطربت معاه لما جاء المجوس يسألونه أين هو المولود ملك اليهود، فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. جمع الكهنة وسألهم هذا السؤال وقال لهم أين يولد المسيح. وحديثنا الليلة دي هيتمحور حوالين من هو هذا المولود اللي اتحركت له السماء. هل هو مجرد طفل عادي زي كل الأطفال اللي بيتولدوا في العالم، ولا وراه سر آخر عجيب؟ نرجع للقرن الثالث قبل الميلاد ونشوف الامبراطور فيلادلفيوس اللي فكر ان هو يترجم التوراة للغة اليونانية، وكانت هي لغة العالم، اللغة الشائعة في الدولة اليونانية في هذا الوقت يعني. وده كان ترتيب من ربنا لان المسيح كان قد اقترب مجيئه، وكان العالم لابد ان هو يسمع بمجيء المسيح المخلص. هكذا أحب الله العالم حتى أرسل بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. وكان لابد أيضا أن تنتشر كل نبوات العهد القديم في أرجاء العالم باللغة اليونانية، لغة الثقافة العالمية في الوقت دوت. وقام بطليموس قيصر وجمع 70 من حكماء الشيوخ اليهود الأتقياء المصدر الثقة، وقاموا بترجمة الأسفار المقدسة بدقة شديدة للغة اليونانية. منهم كان واحد اسمه سمعان الشيخ، وابتدى يترجم في سفر أشعياء النبي لحد ما وصل للآية اللي وقف أمامها بخجل شديد وذهل: هل عذراء تحبل وتلد ابنا؟ وحب ان هو يترجمها بطريقة يقبلها الناس، فقال: هل فتاة تحبل وتلد ابنا؟ ربنا رفض هذه الترجمة، وظهر له ملاك وقال له اكتبها زي ما هي، بل انه أعطاه وعد ان هو سوف يحيا حتى يرى بعينيه مولود العذراء، ابن هذه العذراء. خضع سمعان الشيخ لكلام الملاك وانتظر باشتياق شديد لهذا الحدث العجيب، وعاش فترة طويلة لحد ما تولد السيد المسيح، وعاش كل حياته وهو يتوقع تعزية إسرائيل لحد ما جه اليوم اللي تولد فيه المسيح له المجد. والروح القدس كان بيقود سمعان ان هو يروح الهيكل ويلتقي بالعائلة المقدسة، يلتقي بالطفل يسوع المحمول على ذراعي امه السيدة العذراء، فأخذوا وشالوا هو على ايديه، ورغم انه طفل صغير عمره ايام، لكن يقول سمعان يقول: الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. هذه الآية أحبائي بتحمل عدة معاني. أول حاجة إن سمعان خد وعد بأنه هيشوف المخلص وبعد كده هينطلق بسلام، دي أول حاجة. تاني حاجة إن رغم تقدمه في السن وممكن تكون عينيه يعني كلت وفقدت قدرتها على الإبصار، لكنه شاف الخلاص اللي ربنا أعده للبشر، وشاف كمان إن هذا الخلاص معد لكل البشرية وكل الأمم، وإن الرسالة إن نور الله يشرق لكل الناس لكل البشرية، وإن الرب الآتي من إسرائيل هيكون سبب مجد لهذا الشعب حتى وإن كان شعب عنيد وقاسي
لكن هو الشعب اللي خرج منه المسيح ومنه السيدة العذراء. وبعد كده توجه سمعان بالحديث للسيدة العذراء وقال لها عن الطفل المولود منها أن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم. وبعدين تنبأ عنها وقال لها: وأنت يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. فهذه النبوة وضحت دور المسيح كمخلص، هيقيم البسطاء والودعاء والتائبين ويحكم بالسقوط على المعتدين بأنفسهم المتكلين على برهم الذاتي. طب إيه هي العلامة اللي تقام؟ الصليب اللي هيقاومه الشيطان وأعوانه. وطب وأنت يجوز في نفسك سيف، دي بقى الست العذراء الأتعاب والأوجاع اللي تحملتها في حياتها مع السيد المسيح. فالرب يسوع المسيح كان ابنا للعذراء، هكذا وضحت هذه النبوات. الجزء الثاني في الموضوع هو أن المسيح هو أيضا ابن الله، ابن العذراء، ولكنه هو ابن الله. وظهرت علامات فريدة ما حدثتش مع حد قبل كده في كل تاريخ البشرية في ميلاد السيد المسيح. أول حاجة أن لما حبل بيه ظهر ملاك يبشر أمه العذراء بميلاده، يعني أنها تحمل وتلد ابنا يعني. تاني حاجة ظهر ملاك لخطيب مريم يوسف حامي سر الخلاص عشان يقنعه ويشرح له سر العذراء الطاهرة. تالت حاجة اليصابات لما راحت لها الست العذراء تزورها وتسأل عليها وتخدمها أثناء الفترة الأخيرة في الحبل والولادة، شهدت ليها وقالت لها: من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ طب أنت عرفت منين يا اليصابات أن دي أم الرب؟ الروح القدس اللي حل على اليصابات وكانت بتتكلم بالروح. وفي نفس الوقت الجنين يوحنا المعمدان في بطن أمه امتلأ من الروح القدس هو أيضا، وسجد للرب يسوع اللي هو جنين أيضا في بطن أمه القديسة السيدة العذراء. زكريا الكاهن نطق بنبوءة أيضا وسبح الله وقال: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه. جينا لحظة الولادة في ميلاد السيد المسيح، ظهرت ملائكة وبشرت الرعاة بهذا الميلاد العجيب، وكانت ترنم الأنشودة الملائكية اللي بنقولها في كل قداس: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسر. سمعان الشيخ اللي كنا بنجيب سيرته من شوية عاش لحد ما شاف مولود العذراء، وكان ينشد ويسبح بالخلاص ويتنبأ عن الألام اللي هتقابلها السيدة العذراء وعن صليب المسيح. حنة النبية كانت عايشة في الهيكل وكانت إنسانة برة وتقية، سبحت ربنا وتكلمت مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم. غير كده الطبيعة نفسها شاركت في هذا الأمر، النجم الذي ظهر في وقت محدد وكان بيتحرك في اتجاه المولود وكان بيقود المجوس إنهم يصلوا إلى المسيح المولود. أيضا هيرودس لما جاله الخبر، حتى جاله يعني عفوا يعني مش مقصود، فيقول لك: واضطرب وكل أورشليم معه. هو حس بقى إن فيه ملك آخر هيجي يحل محله، فاضطرب إليه يعني. المجوس اللي جم من المشرق كانوا يحملوا ثلاثة أنواع من الهدايا، كانت تشير إلى أنه هو ملك، ملك الملوك، وأنه هو الكاهن الأعظم خالق كل الأنبياء، وأنه هو المتألم من أجل البشر. وامتلأ العهد القديم بالنبوات تشير إلى مولده، كان اليهود عارفينها وبينتظروها: وأنت يا بيت لحم منك يخرج مدبر. شوف إزاي. وبعدين المجوس بعد ما قدموا هداياهم في طريق عودتهم إلى بلادهم كان الملاك بيقودهم بدل ما يرجعوا لهيرودس، كان بيقودهم وذهبوا إلى كرتهم من طريق مختلفة عشان ما يتقابلوش مع هيرودس. والعائلة المقدسة لما جالها الأمر بالهروب إلى مصر كان بيقودها ملاك في سكتهم ويحرسهم، وجاءت العائلة المقدسة لأرض مصر وبركتها
وتعلمنا منهم الهروب من الشر. وبإرشاد الملاك أيضا عادت العائلة المقدسة مرة أخرى من مصر واستقرت في الناصرة، لأن السيد المسيح سيدعى ناصريا. كل العلامات بقى اللي احنا ذكرناها دلوقتي دي تؤكد أن المولود ليس مجرد طفل أو إنسان، ولكنه هو التجسد الإلهي. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. وهكذا شفنا المسيح هو ابن العذراء ولكن هو ابن الله. طب ايه اللي حصل بالظبط؟ حدث ان هو تجسد. تجسد يعني ايه؟ يعني انه كان غير منظور ولكنه اصبح منظور، كان غير محسوس واصبح ملموس. ما كانش له جسد، اصبح له جسد حقيقي مولود من امرأة زي باقي البشر. أي ان الله الكلمة نفسه هو اللي أخذ جسد انساني، لانه كان موجود قبل الميلاد، قبل ما يولد من امه العذراء. غير البشر، احنا كلنا ما كناش موجودين قبل ما نولد من بطون امهاتنا، قبل ما نتكون يعني في بطون امهاتنا. فلذلك احنا ما نقدرش نقول ان احنا تجسدنا، ولكننا نقول ان احنا ولدنا. يعني المسيح له المجد، هو الوحيد اللي تجسد وولد، لانه كان كائن قبل ميلاده على الارض. والملاك جبرائيل لما بشر القديسة العذراء مريم، اللي حصل ان الابن الكلمة اللوغوس حل في احشائها واتخذ لنفسه طبيعة بشرية زي طبيعتنا، واتحد بها كأقنوم اتحادا فريدا، اتحاد ناسوت كامل، يعني نفس وجسد وروح. اتخذ من القديسة العذراء مريم جسد، واتحد مع هذا الجسد اتحادا كاملا. وزي ما بنقول في الصلاة القداس، بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا تلاشي. وولد من السيدة العذراء ميلادا حقيقيا، وصار ابن الله، ولكنه هو أيضا ابنا للإنسان، دون أن يتغير ودون أن يفقد لاهوته، أو دون أن يتلاشى هذا الناسوت في اللاهوت. وولد السيد المسيح من السيدة العذراء شخص واحد وطبيعة واحدة، هو الله، ولكنه هو في نفس الوقت هو إنسان حقيقي. سر عجيب مجيد لا ينطق به، هو الله المتجسد الظاهر في الجسد. دايما نسبحه ونمجده ونسجد ليه، لأنه هو الله بالحقيقة. وكان السيد المسيح يحمل في شخصه كل صفات اللاهوت بالطبع، يعني هو الخالق، هو الديان، هو الفادي، هو القادر على كل شيء، هو اللي بيغفر الخطايا، هو اللي عارف الخفايا، هو الذي يعطي الحياة، هو فوق الزمان وكائن قبل الظهور، كائن في كل مكان، هو الأول والآخر، ليس قبله أحد ولا بعده، هو الصالح القدوس وحده. لكنه في نفس الوقت كان السيد المسيح يحمل في شخصه القدوس كل صفات طبيعتنا البشرية وكل متطلباتها. طبعا ما خلا الخطيئة وحدها، الكتاب بيقول شابهنا في كل شيء ما خلا الخطيئة وحدها. فهو ابن الإنسان، هو في نفس الوقت هو ابن الله أيضا. ممكن إن هو يموت على الصليب، وده اللي حصل. ممكن يجوع، ممكن يعطش، ممكن يتعب، ممكن ينام، ممكن يصلي ويصوم واختتن، خضع للناموس، التزم بالعبادة في الهيكل. كان إنسانا حقيقيا كاملا، وكان يمكن أن يخاطب الآب السماوي ويقول له يا أبتاه، فهو الابن الوحيد. وأيضا يخاطبه يا إلهي إلهي إلهي، إنه هو الابن المتجسد. وقالت عنه النبوة في سفر أشعياء، هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. فالسيد المسيح هو الله المتجسد، هو ابن، ولكنه هو إنسان أيضا، له جسد، هو خلق الجسد والمادة. مات ولكنه هو الذي يعطي الحياة لكل النفوس والخليقة. كان يتعب ولكنه يريح كل التعب. ينام وهو الذي لا يغفل ولا ينام ولا يسهو. كان يصوم ويصلي، وهو الإله الذي يقبل الصلوات والأصوام النقية. خضع للناموس، وهو نفسه كان واضع هذا الناموس. بركة سر التجسد المقدس تكون معنا. نرفع قلوبنا ونصلي في مناسبة عيد الميلاد.
ونقول له يا رب في هذا الزمان الصعب، زمن الفراغ الروحي والفراغ المادي الاقتصادي والاجتماعي نتيجة وباء كورونا، بنقول يا رب نور ميلادك العجيب ضيق طريق حياتنا يملأها بالرجاء ويبدد عننا كل المخاوف وكل كوابيس الفناء، ونوجه أنظارنا لمزود بيت لحم ونجدد إيماننا بالمسيح هو الوحيد القادر أن يملأ فراغ حياتنا، لأنه هو ولد من أجلنا مخلص، هو الوحيد المخلص الذي يستطيع أن يخلص الإنسان، زي الملائكة ما بشرت الرعاة وقالت لهم ولد لكم اليوم مخلص. فإحنا النهاردة أعطينا المخلص الذي يخلص البشرية، ونصرخ إليه نقول يا رب ندعوك ونعرف أنك أنت عمانوئيل، أنت الله معنا لن تتركنا. انظر يا رب برحمتك لشعوب الأرض اللي بتعيش في ظروف صعبة وتحديات قاسية من أجل استمرار الحياة البشرية على كوكب الأرض. انظر يا رب برحمتك إلى جراحات البشرية المعذبة واللي تأذوا بشكل مباشر بسبب هذا الوباء، وانظر يا رب إلى المرضى والمسنين والأشخاص المعزولين، للأسرى واللاجئين والمشردين اللي عايشين بدون مأوى، الفقراء والمحتاجين والذين يعانون بظروف اقتصادية صعبة، وانظر يا رب برأفتك إلى الأطباء والممرضين اللي ضحوا بصحتهم وبعضهم ضحى بحياته في سبيل أن يقدم رعاية صحية لائقة للمحتاجين، وانظر يا رب أيضا إلى المسؤولين السياسيين اللي بيعملون للخير العام للمواطنين ويقدموا كل الوسائل الضرورية لتخفيف صعوبات الحياة. انظر يا رب إلى قوى الأمن والنظام اللي بيجاهدوا من أجل الحد من انتشار وتفشي هذا الوباء المخيف، وانظر يا رب رحمتك إلى الذين انتقلوا من هذه الحياة وإلى العائلات التي تبكي فقدان أحبائها، امنحهم يا رب التعزية والرجاء للذين لا يزالون في المحنة. انظر يا رب برحمتك إلى الحرب الطويلة التي أدمت سوريا، إلى الصراع في اليمن، التوترات في الأراضي المقدسة في فلسطين، العراق، لبنان، إلى معاناة السكان في مناطق الشرقية في أوكرانيا. انظر يا رب برحمتك إلى الأشخاص الأبرياء المعرضين للهجمات الإرهابية في بعض الدول الأفريقية. اذكر يا رب بلادنا العزيزة مصر واحفظ لها يا رب حقوقها في مياه نهر النيل الذي عاشت عليه قرون طويلة وبنيت عليه أعظم الحضارات في العالم وفي التاريخ. ونختتم هذه الصلاة يا رب ونقول بتسبحة الكنيسة لما بتسبح وتقول هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، أخذ هذا الجسد القابل للموت وانتصر على الموت وأعطانا حياة جديدة في شخص القدوس، نسبحه ونباركه ونمجده إلى الأبد. آمين.